جميل قوي. يعني طالما اتكلمنا عن المؤجلات، هقول لكم بسرعه عن مؤجلات النادي الاهلي. في مباراه يوم 27/11، دي هتكون اخر مباراه في هذا الشهر، هتكون بين الاهلي والمقاولين العرب يوم 27/11. في بقى 6 مؤجلات في شهر 12، المباراه المقاولين هتكون على استاد السلام، الاهلي وبتروجيت يوم 1/12 استاد السلام الساعه 7، الاهلي والجونه يوم 5/12 الساعة 7 برضه استاد السلام، الاهلي وطلائع الجيش يوم 9/12 الساعة 7 برضه استاد السلام، الاهلي ونجوم المستقبل والاهلي والداخلية واخيرا الاهلي وامبي. 7 مباريات دي 6 مباريات شهر 12 ومباراة و27/11 يبقى كل التوتال 7 بالظبط.